وللحديث أكثر عن الإمبراطورية المالية التي استطاعت الميليشيات الموالية لإيران تكوينها في العراق ودور التراخي في محاربة الفساد في الوصول لهذه الحالة، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله أخي الفاضل وكادركم الطيب ومشاهديكم الأكارم. نعم، حياكم الله أستاذ عبد الله. يعني يبدو أن هذه التجارة، تجارة السياسة لدى الميليشيات، هي تجارة رائجة ومربحة جدا، يعني المليارات، ما رأيك؟ بالتأكيد، يعني الميليشيات بعد الفوضى التي خلقها الاحتلال الأمريكي بعد 2003 استغلت الوضع الأمني بدعم من إيران فهيمنت على المفاصل الأساسية للاقتصاد العراقي، وأهم هذه المفاصل تعتبر المنافذ الحدودية. المنافذ الحدودية بحجم اقتصاد العراق تعتبر ذات أهمية بالغة جدا للاقتصاد العراقي وإنعاش السوق المحلية، خصوصا أنه العراق يعني يعتمد على الاستيراد أكثر مما هو على الصادرات، فبالتالي هناك مداخيل كبيرة تأتي إلى هذه المنافذ، وهذه المنافذ تحت حكم هذه الميليشيات. وكثير من التقارير الاقتصادية تؤكد على أنه كل المنافذ بما فيها المنافذ الميليشيات والحشد والبيشمركة وغيرها لا تصل من مداخلها غير 5% فقط من مداخلها إلى خزينة الحكومة، وبالتالي هذا يشكل يعني ثروات هائلة لهذه الميليشيات، ولأنه تستخدم هذه المنافذ للتهريب للمخدرات لكثير من الجوانب الاقتصادية، إضافة إلى ابتزاز التجار وإضافة يعني مبالغ طائلة يعني هنا على المداخيل الاقتصادية. هذا محور. أما المحور الآخر والأهم هو سيطرتهم وهيمنة الميليشيات جميعها على مؤسسات الدولة، الحكومة، فمؤسسات الحكومة جميعها خاضعة إلى هذه الميليشيات، وهذه التي تملك كثيرا من العقود، عقود الإعمار، عقود تجارية وغيرها، النسب والتهريب، وكل هذه تخضع إلى ضمن مؤسسات الدولة التي تخضع أساسا ضمن مؤسسات الحكومة وتخضع أساسا للميليشيات، إضافة إلى هيمنتهم على كل مبالغ إعمار العراق بما فيها إعمار المناطق التي خرج منها داعش، هذه اللي صبت مليارات الدولارات عليهم. كل هذا هو يشكل خزين كبير مالي إلى هذه الميليشيات، فتطورت اقتصاداتهم وأصبحوا مليارديرية بحق حقيقي، يعني على حساب جوع الشعب العراقي وفقر اقتصادي. يعني هنا السؤال، نعم أستاذ عبد الله، يعني هنا السؤال لربما قد يخطر ببال البعض، أن هناك فساد وهناك ريشة وهناك مخدرات وهناك عدة أمور، قد يصل الأمر إلى ملايين الدولارات، ولكن هنا نتحدث عن مبالغ هل تجدها واقعية؟ يعني كما جاء في التقرير، هذه العامري 10 مليارات، ومقتدى الصدر 5 مليارات، وعمار الحكيم 65 مليار دولار. نتحدث عن ميزانيات دول. بالتأكيد هذا حقيقي، لأنه لو احنا يعني نأخذ بالمقابل ونقيس ما هي حجم اقتصاد العراق والموارد المالية التي دخلت العراق، يعني أكثر من 500 مليار في ذهبت هباء وتوزعت فيما بينهم، لا يستطيع أحد خارج إطار الأركان الرئيسية للدولة لحكومة المحاصصة أن يستلم مبالغ بهذا الحجم، فهو التوزيع السرقات 450 أو 500 مليار، فبالتأكيد هذه الأرقام تعد بسيطة، احنا نسينا الأرقام التي يملكها المالكي وجماعة إقليم كردستان، كلهم يملكون هذه الأموال الطائلة، إضافة إلى الأطراف الثالثة اللي هي اكتفت بالاغتنام بالسرقات وغيرها، فبالتالي الأرقام هذه طبيعية جدا قياسا إلى حجم الاقتصاد العراقي. يعني هذه الأرقام والمليارات، ما دور الحكومة التي تدعي الآن كما تعلم أنها يعني ذاهبة بطريق محاربة الفساد، أين دورها في محاربة هذه الفساد؟ يعني صدعت الرؤوس وهي تقول أنها تسعى لاسترجاع ما أخذ في سرقة القرن، ولكن ألا يعتبر هذه السرقات
لربما سرقت كل سنة بسنتها، ألا يعتبر هذا من ضمن السرقات الكبرى التي حصلت ما بعد احتلال العراق 2003؟ بالتأكيد. احنا لو نأتي على الحكومة ونقول هل تتمكن من محاربة الفساد، وهل عندها إمكانيات، ولماذا تقف صامتة أمام هذا الكم الكبير من السرقات والتهريب وغيرها؟ من شكل الحكومة وكيف تتشكل الحكومة، وعلى أي أساس اتفاق تم تشكيل هذه الحكومات المتعاقبة جميعها؟ الحكومة لا تملك، أي حكومة منهم لا تملك الإرادة أو الآلية لوجود محاسبات، لأن من شكل الحكومة هم الفاسدين، هم الذي يشرفون على مصادر الاقتصاد ويشرفون على الحكومة ومسؤولين عنها، فبالتالي لا توجد هناك إمكانية لمحاربة الفساد. إضافة إلى هناك عامل مهم جدا، ألا وهو هناك يعني غطاء دولي إقليمي لهذا الفساد، هناك حماية ضمنية عندما تخرج هذه الأموال إلى دول أوروبا وأمريكا وتتم استثمارها، هذا رضا وتغطية مباشرة. إلا ما تذهب هذه الأموال إلى الدول الإقليمية، هذا رضا بالفساد وتشجيع وتغطية وحماية للفساد. فبالتالي من الصعب على أي حكومة أن تستطيع محاربة الفساد في ظل هذه المحاصصة وفي ظل هذا الوضع السياسي الموجود في العراق. نعم، السؤال هنا إيران كيف تستغل هذا النوع من الفساد، هذه الأموال، خاصة مع أو في ظل العقوبات المفروضة عليها؟ إيران لها مصالحها يعني السياسية والاقتصادية في العراق. إيران من مصلحتها كدولة معادية إلى العراق أن تجعل العراق بدون اقتصاد، فتشجع السرقات وتأمر ميليشياتها في السرقات وكل شيء تحت تصرفها في العراق، فبالتالي هي لها مصلحة سياسية إضافة إلى المصلحة الاقتصادية، لأنه الحصار الذي شددته عليه أمريكا، وخلال التفاوض مع أمريكا، أمريكا قبلت أن يكون العراق المتنفس التفاوضي يعني مع إيران. أمريكا تستخدم العراق في هذا المجال الاقتصادي ورقة ضغط اقتصادية تفاوضية على إيران، فبالتالي هذه التي تستفيد منها إيران أنه هناك اتفاق إيراني أمريكي على أن تجعل إيران، لأن كل الناس تريد تفهم أنه أمريكا إيران معادية إلى أمريكا، وهذا غير صحيح. بالتالي لأنه الاتفاقات الأمريكية الإيرانية الاقتصادية هو جعل العراق هو الحديقة الخلفية والمتنفس الاقتصادي إلى إيران، فبالتالي إيران لها مصلحة استراتيجية في هذه الأمر، ولها مصلحة في أن تدعم ميليشياتها لأسباب اقتصادية وسياسية ضمن مخططات استراتيجية بالمنطقة. يعني هذه الأرقام التي تحدث عنها المركز الفرنسي للأبحاث وأيضا ميديا لاين الأمريكية، إلى أي مدى لربما إن كانت يعني مستثمرة للجوانب الخدمية في العراق والجوانب العلمية والجوانب الثقافية لربما بالعراق ككل، إلى أي مدى كانت ستنهض بحال العراق؟ بالتأكيد هذه الأموال لو استخدمت حتى يعني لنفرض فقط أموال التي تأتي أو المداخل الاقتصادية التي تأتي من الملافف، هذه كافية لأن تبني يعني بنى تحتية وخدمات اقتصادية ممتازة للشعب العراقي، إلا أن ليس في وارد إيران ولا في وارد أمريكا ولا في وارد هذه المجاميع التي تسرق أن تخدم الشعب العراقي أو أن تقدم له شيء. فبالتالي هذه هي المصلحة الأساس لهذه الأطراف جميعها، أن يكون العراق اقتصاديا منهك وتعبان، وبالتالي ينعكس على المجتمع العراقي أزماته وتكثير الأزمات المخدرات والمشاكل الاجتماعية، فكثير من هذه وزيادة البطالة، كل هذا هو يصب في مصلحة إيران بالدرجة الأولى ومصلحة أمريكا ومصلحة الأفراد الذين يقومون بهذه الأعمال التي تتنافى مع الأخلاق أساسا. يعني أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.